عارف انك مصمم انك مش هتمشي من هنا النهارده لما جه فرد من المنطقه دي. تحيه لاحلى محمد مغربي حبيبي يا حاج. ايوه صباحا يا احمد مشاهدين تحياتي لكم. مصنف النهارده تمه اهو بتاعنا أوه. انزل 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 انزل. هيقع 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 اهو اهو كده وقع كده في الحته الفاضيه. الله ينور. اهو اهو على الطريق اهو. بسرعه هات يا عماه. تسلم يا باشا. شفنا يا جماعه المسافه بعيده والفرد دوقنا على ما نزل. مروحه يا باشا. احلى تحيه لاحلى مشاهدينا من التحف والله العظيم. صباح الفل يا حموده. هاتنا نازل اهو زي البطل. ما شاء الله عليك يا ماهر والله. ما شاء الله عليك يا حاج ماهر. صباحكم مسافات طويلة. دلوقتي لا مؤاخذة قاطع كلامك. بالنسبة للناس الصيادين اللي بيسألوا المسافة دي دي بتعمل ايه في الشعار؟ مع الهال باور بتساوي وتمسك تحت رجليها. بتساوي وتمسك تحت رجليها بالظبط. تحت رجليها بالظبط. مع المسافة دي. مع المسافة دي. تمام يا حاج ماهر. بس انما مع البنادق العادية المتوسطة القوة هتمسك في دماغك. تمام. صباحكم عسل واحلى صباح على احلى مشاهدين وتحياتي لكل مشاهدين القناة. حبيبي يا حاج ماهر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين قناة نهار رمضان، تحياتي لكم. وحشتونا يا جماعة. النهاردة كنا عايزين نعمل فيديو صيد بس زي ما انتم شايفين الجو كده قافل، يعني الكاميرا مش جايبة أي حاجة في الشبورة ديت، واضطر هو الظاهر. فقلنا نعمل فيديو لحبايبنا اللي بتسأل على المسافات وضرب المسافات والضربة الأرضية والضربة العمودية والضربة الأفقي. فنشرح مع بعض ونشوف الضربات، وكل ضربة ولها مسكة معينة. يعني ضربة الأرض 10 متر زي مش زي ال 20 متر، مش زي ال 30 متر، مش زي 40 متر. دي لها ضربة ودي لها ضربة في المسك في البندقية. هنقول مثلا هنبدأ بالضربة الأرضية. لو واقفة على 10 متر طايرة بنساوي ونمسك بالظبط، بنساوي الدبانتين في الهدف بالظبط. 20 متر نفس الكلام، 25 متر نفس الكلام، 30 متر بنبدأ نتعامل بربع دبانة. الدبانة اللي هي اللي قدام دي على المسافات البعيدة 30 متر على الأرض بنظهر ربع الدبانة. أكتر من 30 متر بنظهر نص الدبانة. أكتر من 40 متر بنظهر الدبانة كلها. دي الضربات الأرضية. تمام؟ هنيجي للضربات العمودية. لو فرد مثلا واقف قدام على العمود 10 متر بساوي وامسك في الحتة دي. بساوي وامسك في الحته دي عشان لو وطت شويه بتجيله هنا. تمام؟ لان المسافه قريبه اللي هو الضربه 10 متر عمودي. هنقول مثلا 20 متر بساوي وبمسك بالظبط. تمام؟ 30 متر و40 متر بمسك تحت رجليها، لان الضربه يا جماعه لما بتطلع من البندقيه بتعمل منحنى. المنحنى ده بيجي على مسافه معينه وبتقوم نطره لفوق. فبنقول ال 30 متر وال 40 متر بنمسك تحت الرجلين عشان لما تشد تيجي في الصدر. دي الضربه العموديه. الضربة الأفقي مثلا على 15 متر بنجيب تحت رجليه 15 متر الأفقي طلع أفقي. تمام؟ بعد ال 15 متر بنساوي ونمسك بالظبط. 40 متر و50 متر على الأفقي بنظهر بقى، بنتعامل بربع الدبانة ونص الدبانة والدبانة كاملة. تمام؟
هنيجي على اللهم صل على النبي بارك لنا فيه اللي قلنا الافقي والعمودي. هنيجي الضربه المتساويه. الضربه المتساويه انا بظبط البندقيه على 15 متر متساويه بالظبط متساوي، بتديك لغايه 30 متر او 40 متر دي المتساويه. بعد ال 30 وال 40 متر بنتعامل برضه بالدبانه، بنظهر الدبانه ربع الدبانه ونص الدبانه على حسب تقدير المسافه وعلى حسب البندقيه اللي معاك. بس انا بتكلم على البي 11 تمام. في البنادق اللي هي متوسطة القوة لها وضع تاني، هنبقى نعمل لها فيديو تاني ان شاء الله. نحن نتكلم على الهاي باور والبي 11 بالتحديدا في الضروب والمسافات كده. المسألة واضحة، اللي عنده اي استفسار ولا حاجة يكتب لي في تعليق تحت ومن تحت امر. يعني احنا قلنا بنظبط البندقية على 15 متر متساوية، بتديك لغداية 30 متر و 40 متر. بعد 30 متر وال 40 متر بنبدأ نتعامل بالدبانة الأمامية، بتظهر ربع الدبانه. في ناس بتقول لي يعني ايه ربع الدبانه؟ الدبانه اللي هي الادان ديت يا استاذ محمد، ايوه، بنقوم ظهرينها من الشنكال اللي ورا دي نعليها تمام عشان تيجي في الهدف بتاعنا على حسب تقدير المسافه بقى وعلى حسب الممارسه. حضرتك لما تمارس على طول وتحدد الضربات بتروح فين هتفهم الدنيا ماشيه ازاي. وكل سنه وانتم طيبين وتحياتي لكم، وتحياتي للاستاذ محمد المغربي غايب عنك. الله يخليك يا حاج، وحشني. وجينا نعمل فيديو يا جماعه زي ما انتم شايفين كده في الكوره، والحمد لله قدر الله وما شاء فعل. باذن الله فيديوهات ثانيه ان شاء الله، ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا بكم على خير، وانتظرونا في كل جديد. واول اول مره يشوفني يعمل لايك واشتراك في القناه ودعمونا بلايك. وتحياتي لجماعه قناصين مصر والوطن العربي جميعا، بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.